منصات التواصل الاجتماعي بتسهل عملية الهجرة، ففيها على ما يبدو ممكن تلاقي الخطوات والدليل والأرقام والميزات وإجابة لأي سؤال يخطر على بال المهاجرين. يعني تحسوا الموضوع جنون، بس خلينا نبدأ من تيك توك. ففي تقرير تلفزيوني لبرنامج 60 Minutes تكلم عن دور تيك توك الكبير والحاسم في تسهيل الهجرة على المهاجرين الصينيين اللي بيعبروا الحدود بطريقة غير شرعية للولايات المتحدة. التقرير قال إنه المهاجرين هدول بيلاقوا على تيك توك خطوات الهجرة خطوة بخطوة والاتجاهات الدقيقة والنقطة اللي رح يدخلوا منها حتى، وفي منشورات بتخبرهم عن الفجوة اللي موجودة على السياج الحدودي واللي منها رح يقدروا يجتازوا الشريط الحدودي بنجاح. وذكر التقرير أن الصينيين هم المجموعة الأسرع نمواً اللي بتعبر الحدود من المكسيك للولايات المتحدة، وكثير منهم بيعتمدوا على التسهيلات اللي جالس بيقدمها تيك توك للمهاجرين غير الشرعيين. وعلى فكرة مسألة الهجرة غير الشرعية لأمريكا أصلاً عاملة أزمة، ويعني اليوم نقدر نعتبرها يعني جبهة مستعرة جداً، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات الأمريكية ومع غضب الجمهوريين اللي شايفين إنه إدارة بايدن فشلت في احتواء هذا الملف، وبيقولوا إنه صار في غزو من المهاجرين لبلادهم، خاصة إنه الجمارك وحماية الحدود الأمريكية سجلوا 2.5 مليون حالة احتجاز أو إبعاد للمهاجرين اللي بيحاولوا عبور الحدود من المكسيك. وفي آخر تطورات الملف هذا، مشروع قانون قدمته إدارة بايدن بيجمع بين تمويل جديد لأمن الحدود تمويل لأوكرانيا وإسرائيل وشركاء واشنطن في المحيطين الهندي والهادي، وبيتضمن المشروع تمويل بقيمة 20 مليار دولار لأمن الحدود وتعديلات على سياسة الهجرة، منها رفض طالبي اللجوء في حال وصلت عدد عمليات العبور لأكثر من 5000 أسبوعياً. طبعاً الجمهوريين مو عاجبهم مشروع القانون هذا، وقالوا إنه هذا المشروع رح يولد ميت إذا بقي بهذه الصيغة. لكن أمس كمان فشل الجمهوريين في مجلس النواب خلال جلسة تصويت في إحالة وزير الهجرة أليخاندرو مايروكس للمحاكمة تمهيداً لعزله بتهمة التسبب في أزمة الهجرة على الحدود. ففعليا الموضوع هو اصلا ازمه ومتحول لازمه اكبر واكبر، خصوصا مع اقتراب الانتخابات ودخول كمان شخصيات عامه في الحديث عن الموضوع مثل الملياردير إيلون ماسك المعارض لسياسات ترامب، يعني في كذا جهه بس تحديدا كمان خلينا نقول في ملف الهجره. كمان معنا من واشنطن دكتور ناصر فياض الخبير في الشؤون الامريكيه والقانون الدولي. اهلا فيك معنا دكتور ناصر. يعني صراحه هو هذا ملف يعني صار له سنين وعامل أزمة وجدل وانقسام طبعا حزبي رهيب، برأيك يعني فعليا مين المسؤول عن الأزمة اليوم؟ تيك توك. تيك توك خلاص هو في النهاية نرمي المسؤولية على تيك توك، هو تيك توك يدوبك ساعدهم شوية دالهم اعملوا كده اعملوا كده في فتحة هنا، ولا خلاص لازم نلوم الصينيين؟ صحيح. يعني الحقيقة هذا الموضوع هو موضوع شائك جدا، وهو كما ذكرتي أنه موضوع ليس وليد اليوم، بل هو نتيجة إخفاقات في الكونغرس والرئاسات على امتداد إذا بدك 20 أو 30 سنة الماضية. والأخطر في هذا الموضوع أنه تحول لمادة سياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين، مثل ما بتعرفي بين معارض للهجرة عامة و مساعد لهذا الموضوع. هذا خطورته ليش؟ لسبب انه لا يدخل الكونغرس منذ سنين في عمق هذه الازمه وفي عمق هذه المشكله لمحاوله حلها بالطريقه العلميه المبنيه على الاحصاءات وعلى يعني مصالح الولايات المتحده، لانه كما نعرف ان الولايات المتحده بنيت على المهاجرين ووصلت الى اعلى مصاف الدول الصناعية بسبب هذا الدم الجديد، على الأقل ثلث الولايات المتحدة من هذا الدم الجديد. مع الأسف هناك الكثير من هذه الشعارات اليوم المع وضد، والتي هي قد تؤدي إلى يعني هناك ثلاث عوامل أو استخلاصات في هذا الموضوع. أول الاستخلاص الأول أن هذا الموضوع يعني انتهى على المستوى القانوني لفترة طويلة وهو الآن سياسي بامتياز. الثاني
أنه يتعدى يعني قوانين الولايات كما فعل أبوت يعني يوم التنين، هو يتعدى على صلاحيات الحكومة الفيدرالية أو حاكم القانون تكساس الفيدرالي، نحن لأن بنتكلم تحديدا. طبعا حاكم تكساس أيوة، لأن يعني قوانين الهجرة هي من صلاحيات القانون الفيدرالي والحكومة الفيدرالية، والولايات ليست مؤهلة للتعامل مع هذا الملف المهم جدا بالنسبة للولايات المتحدة. والثالث أن استعمال قانون الهجرة يزيد الشرخ العرقي والاجتماعي في الولايات المتحدة، ونحن اليوم يعني كما تعرفين منذ فترة أصبح هناك إذا بدك انقسام عمودي خطير جدا ويزداد مع الوقت، وهذا ممكن أن يؤدي لانفجار داخلي في الولايات المتحدة. فهذه يعني العناصر كلها عم بس تلعب تعرف هذا الدور دكتور ناصر، السلبي. يعني ممكن الواحد يقول كمان انه يعني ملف الهجرة صح هو موجود ملف يعني فيدرالي وفي الانتخابات الرئاسية وما الى ذلك، بس حتى بالنسبة مثلا زي لواحد زي غريغ أبوت اللي هو حاكم تكساس، هو برضو شيء يحدد انتخابه في من ناخبينه يعني، واختيارهم له كيف التعامل مع المهاجرين. فهي ايضا بالنسبة للولايات المنفصلة يعني كل واحد منهم حاسس أنه لازم يتعامل مع الموضوع، وأنه أنا إذا ولاية جمهورية وداخلين علي هدول الناس وبعدين حتوصلهم أوراق للانتخاب حتى إن كانوا مهاجرين غير شرعيين، ففي أزمة كبيرة يعني، لأنه في كثير ناس تحدثوا أنهم مهاجرين غير شرعيين ووصلتهم أوراق للانتخاب. يعني أولا موضوع وصول الأوراق الانتخابية للمهاجرين غير الشرعيين هو كان مادة سياسية أيام الرئيس ترامب، وقد تم إثباتها خلال كل السنوات اللي كان فيها ترامب فيما بعد وخلال يعني بعد ترامب أن هذا الموضوع ليس صحيحا. هناك آلية محددة ومهمة جدا في الولايات المتحدة لا تسمح الذين لا يحق لهم التصويت أو الانتخاب بالانتخاب، قد يكون هناك جزء 0.0000% من الخطأ، ولكن هذا لا يحدد الانتخابات. إيلون كما ماسك ذكرت بيختلف يعني معك دكتور. يعني ممكن إيلون ماسك يختلف معي، ولكن يعني هذا الموضوع كما ذكرت أنه هو يصرف في السياسة. اليوم نحن دخلنا كما ذكرت في سنة الانتخابات، وهذه مادة دسمة للجمهوريين طبعاً وللديمقراطيين أن يتعاطوا بها، وهذا مؤسف لأنه يمكن حل قضية الهجرة بسنة بأشهر، وهو عبر تحديث أولا الإحصاءات. يعني بعطيك مثل بسيط جدا، هناك حاجة في البلاد على الأقل 600 ألف مهاجر موسمي للمساعدة في الولايات المتحدة. منذ الستينات لحد اليوم عدد تأشيرات المهاجرين الموسميين هي 66 ألف. 66 ألف لم تتغير. احتياجات الولايات المتحدة تغيرت منذ ذاك الوقت. فلو نحن يعني مثلا عدلنا بس تأشيرات المهاجرين الموسميين لعشر مرات إضافية، هم هؤلاء الذين يأتون من المكسيك ومن أمريكا الوسطى، الهندوراس، الغواتيمالا، السلفادور، ويعملون يعني بطريقة شرعية، سيدفعون الضرائب وكل وسيعودون إلى عائلاتهم كما المهاجرين في الدول الأخرى. يعني هذا ليس سر، ولكن لا، هي مادة مربحة للسياسيين في الكونغرس والجوفرنرز وغيرها، الحكام الولايات، طبعا هي يعني تجلب لهم أصوات يعني بالضبط، طبعا تجلب لهم أصوات، وفي النهاية طبعا بيتم تجاهل الشق حتى الإنساني في هذا الموضوع والأمور هذه كلها يعني. لكن احنا بنشكرك على هذه المداخلة، كان معنا من واشنطن دكتور ناصر فياض الخبير في الشؤون الأمريكية والقانون الدولي، شكرا لك. أما المنصة الثانية عادل اللي جلسة بتسهل عمليات الهجرة على المهاجرين فهي فيسبوك. فهذه الأيام جالسين بنشوف مجموعات وإعلانات بتنشر عن رحلات هجرة غير شرعية من تونس وليبيا إلى أوروبا. فبتلاقي مجموعة على فيسبوك بتنشر منشورات شبه يومية عن رحلات لنقل المهاجرين، بتحط فيها السعر ونوع القارب والسعة والمحرك وتوفر ستر النجاة والوجهة اللي رايحة عليها الرحلة.
رحلة، والأهم كمان أنهم بيكتبوا لك أنها رحلة مضمونة، وبيشجعوا الناس اللي تبي تهاجر على السفر بطريقة غير شرعية، وبينشروا فيديوهات لعمليات الوصول الناجحة. وعلى كل بوست بتلاقي مئات التعليقات اللي بتسأل عن التكلفة أو حتى عناصر الأمان في الرحلة. وعلى فكرة مشكلة المهاجرين غير الشرعيين في تونس وليبيا عاملة أزمة من زمان، والمنشورات هذه والتشجيع عليها أكيد بيزيد من التحديات والضغوط اللي بيواجهوها لضبط الحدود. وأخبار فقدان عشرات المهاجرين في عرض البحر في كل من تونس وليبيا مالية المنصات، هذا غير الاعتقالات اللي بتصير في حقهم من قبل حرس الحدود. فحرس الحدود التونسي أعلن اعتقال أكثر من 5000 مهاجر غير شرعي وإحباط 292 عملية هجرة غير شرعية خلال أسبوع، بينها 99 رحلة بحرية.